سود واد داود یال قطبدا داون دونتان و حاکمیدا تلسکی گوج عده دگال کلوگا سرای ملتریگ سومالی لان و اسکو مهرسدن ویل یک جبرکسو جیدو اسسی خاتمو باش آدن احمد و جبردو دا خطر باش حیس کو مهریی عبدالقادر حیس و کسو جیدو باش جامع سیاد ورکی وجودن بیی اباب الحوجن و ایودان عیدن کسومالی لان ای کدون یان این ای کوکب صدان مرکل قبل كسول يسدو كلا داود يال وحد داون دون تان مدحوينها الصومالية مضاني حسن الشيخ محمود او توتها احرتي قبل كهيران سلو دردر قليود دقال ككدن كال شباب اي كسعون يود ديگان ندا قبل كاسي قضبودا اي قار كلا وفافاسنا يا داون دون تان داود اي هديات كو عصوب تهي چانل كان سبسكرايب سار موقال كان اللايك سار سساحي ببودن وقارو وانا مهسنتهين اينو كو بلون داود يال تلسكي قوج عدي لغا ساري عيدن كسومالي لا ايا وحا كدعضي تاريخ عجيبة وحا هل كاسي لغوقة تي مهر اي اسكو مهر سدين ويل ايا قبر كسو جيدو اساسي خاتمو مهر كان كدعي قو جعده ايا وحا لغو مهريي قبر كسو جيدو باشا آدن احمد وحانا هل كاسي كو مهر سدي ويل كسو جيدو باشا جامع سياد غرهان رير عافي مناسبة دا مهر كا ايا وحا كسوغ ناسراكيل كترسن عيدن كا اساسي خاتمو ee hoggaaminayay dagaalkii goojacada looga saaray ciidanka maamulka Soomaaliland jimcihii labaad ee aanu ka soo gudubnay gabadha ayaa lagu magacaabaa Qatra Baashe Xiis halka wiilkana lagu magacaabo Cabdulqaadir Xiis oo kamid ahaa qalaasiintii ka qayb gashay halganka SSC Qaatumo ee gobolka Sool looga saaray ciidankii Soomaaliland madax dhaqameedka labada beelood ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin goojacadii laga soo duqeyn jiray laascaanood in ilmahooda maanta ay meher ku qabsadaan oo halkaas lagu meheriyo باشا آدن احمد و قبرده اي كسو جيدو ايا مدح دقاميت كودو وحي شيغين ان اياغو اي دلبدين گوغوش قبرده لغو مهرين ايو ان اي نقطو تاليس کا گو جعده اي سيبوحدو اولو ريگين عيدن کا حقو درر كي اساسي خاتمو تاني ايا دبر جبحوغ لكونو قنو اي سامامو الكا سومالي لان كدي مركي هالكا سيلغا كي عيدن كي سومالي لان اي دي دي ان اي كبحان قبل كا سول مهيركن كدعي غو جعده ايا كسو بيغمي تبان مالينون كدي مركي لغا ساري عيدن كا سومالي لان تاليسكو دي غو جعده اي كسو دوقين جرين مغالاد الله سعانو دي حرونتا قبل كا سول حول كانونا وحوه يو حول كي لان تعافیمات که سومالی دید که ایگو چرده، اچه دو آنگو آبیش آدم احمد، گوگش گفته آنگو دلاب نی، و حنوکه دلاب نی بیش چه معصیت، کارهان خیر عافی، آنگو بیش آدم احمده، گفته مگه عید و خطر بیش علی، ویل که آن ادونه نه، و عبدالقادر چه محس حیر عمی، حال کانو. وتلسكي جوج عاد سومالين لقى بعيوي وهول كي عافيمات تذكر لقول دكتورين شري نسيب وناك ما تن نسيب كنوي على الناي سيدي اللي نقوله رين شري سيدي إن ما تن مقرن سا قبلها هو ميرسون ولا بع أختي وسحقوي ما تن حر نمدي إن وح عدين سا ما دابا قبلها إن ما تكون ميرسون هول كي جوج عادي قبلها خطر باش علی یا نگاسو دانتن عبدالقادر حیث از دور سان واید سینی وان این مهرین انا وحنوگوری عبدالقادر چامع حیث خطر باش علی او ولایت ده دلیگو صوره چیه مهر که دنیه های لب بغل او گرام و دهبه گور که ویل کو حسوا کیش عبدالقادر عاقل محمود محمد حسن عبد القادر مواق بشي قورينتا خضراء باشا علي وانو قوري واواق بلي واواق بشي قوكا واواق بلي قوكا عبد القادر شامحي سحيري خضراء مهر كاسد مواق بشي مهر كودوني هاي لابا بقول وقرام الدهبا وانو اقبلي وحافر حد اياه وانا دي اضوفر حسن هاي أنا جو آه إن سراكيش يكون دجال مثل قبل كا إيه حريص يكون الدعوة معي إن أنا مانتا
كوش عدي أنو داو عمي أنو شو نين تالك هاي أنا كنت قلمي ني يدو إنسان كو عرسناي عدو قيفر دي لابا بيلو دو بيلي تقلمي يكمي دا إني قبل اسكو جي سنة يعني أنا سو تاقو با مهدي يا هو اسكو بيلا حندرا أيا مهدي يا أنو إن شاء الله هدي لها دمين أنكو قرسو دو برجين يا مرقا وحاني أن أغلوا كسليمة علموا كإلهي عبادوا توناكسن علم وكبلوغة مهرنا وكعجيب وقوش عدان وقوعدين الله يسوب بركة يو الدون يا آخرة الدون صن يا آخرة صن الله السيو وحوه يا هلكني وقوش عدا سيد الله الشيغي وقور كيوهر يي قوش عدا كردعا انتي هلكن اسر مهي ستي ما شاء الله نولينا هاي بلن كيدا ها ما ننتي قوش عدا عرودين قبلها لقوم مهريو نصيبنا وحاوية شيء بيش كان عصياد أمر غير عافي يبيش هذا نحمد قبل دي كوباد وحاذ وقاتان قل بحانتي غير لقالت دقان كاها إنا إخير هاقر آدن أحمد ما أنت قوش عدو قصور ريون قبل داكو ديستين قل بحانتي وقصور ريون ورتقول دي إن نقاش الدكتا سيدا وقادة وحان دون يا وانو شيء يا قل بحانتي يا ارتبا قبل دهو ده المشهد هو مال تاريخ له إن المشا إن قبر كستا يويل كستا باي مير كود كده أو إنت يا قبل هذا إيش السبب إن إنت أصلا فرت إن إنت أنا هالك أصلا وجود بيا بحلوجو مهري يجوب تي جو تعدى تلس كيف تشيستا هالجي ريي هالك إنه قلب تتعلم إنه قبر لوجو مهري وجوب تا واحد لون دفرنا مرد قبر لجو تعدى ده كلام مر بويدنا مهر كده إنه جو يدي ستين لنا نذكر سنة روس كده نه كده لا ما هذا هو ما تجوا شادي ما أنت الله الناس بيرخالو وحيد هذا مع ما هذا سنة كسنة كيس إلى هو نبدي جو كارسي لكن أيضاً بجارين ويس حريين تركي أنت هذا الرصاص وأنتوا حصوها ما توم يسوين رجب ويرجب أشوف ركلة تكامل صوريان هو أول كلاية هو ككاد جاي بجو هو كلمة شو غاني إلى ما ما هذا كون جاد عن جورا أفر كيس جيس يا أودا 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 تقول جاد ما نس جمع كذي يلا دري يا ننس بير خالو جيب خاتم الله إلا با مال ما انت الملكي لا كغي ربي لا واها يما كو جمعيت لا كغي ربي لا واها إلا با مال وها ويه ويراسك يغي ناغا يغي هارت دي غرب با نوغي رغوا انت بدن ولا وي نغا دميسا بو تعدا وح ير بات مركا مو سو سو ود يا سو وديس سو ود انا ما انت انا دح جوغا انا كو فاميسناي ناغي ناسا دا ديرا يا موسى madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hore u diiday in gobolka Sool ciidamadiisa uu kala baxo waxana ugu dambeyntii 8 bilood kadib dadka reer SSC qaatumo ay ku guuleysteen halgankii ahaa inay iska saaraan maamulka Soomaaliland abaabul xoog leh ayaa sidoo kale ka soconaya jiidaha ay ku kala sugan yihiin ciidanka maamulka Soomaaliland iya ciidan ka xaq u dirirka SSC qaatumo waxana maamulka Soomaaliland ay ku dhawaaqeen dagaal ay ku qabsan doonaan mar kale gobolka Sool ila Garoowe iyadoo wali aysan si rasmi ah u bilaabin weerarkaasi ay ku dhawaaqeen maamulka Soomaaliland ee uu horkacayo Muuse Biixi Cabdi dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markaan tuutaha u xirtay gobolka Hiiraan si uu u dardargeliyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab madaxweynaha ayaa gaaray degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan halkaas oo uu ka bilaabay qorsho xoog leh oo dagaalka Al-Shabaab dhinac walba laga bilaabayo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa muddada uu joogo Maxaas la sheegay in uu kulan la qaadanayo saraakiisha ciidamada qalabka sido kuwa haliyeeyada difaaca shacabka mas-uuliyiinta iyo bulshada deegaanka waxana uu kala hadli doonaa sidii loo sii labalaabi lahaa doorkooda dagaalka ee ka dhanka argagixisada oo dadka reer Hiiraan ay ku wajaheen si geesinimo iyo isku duubni leh xogaha ayaa sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka soo guuray magaalada Dhuusamareeb
ee xarunta galmudug halkaasii oo uu bil ku hoggaaminayay howlgalladii ka dhanka ahaa kooxda al-shabaab ee ka socday gobolka Galgaduud wararka ayaa intaas ku sii daraya in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu taageeradii uu ka rabay ka heli waayay beelaha ugu waaweyn galmudug marka laga reebo beesha uu ka soo jeedo ee Wacaysle beelaha galmudug ayaa soo bandhigay ciidamo fara badan oo dagaal diyaar u ah balse laguma arkin aagagga dagaalka taasi oo keentay su'aalo badan oo ka dhashay sii joogitaanka madaxweynaha ee Dhuusamareeb dagaalka ka dhanka al-shabaab ayaana u muuqda dagaal ku soo koobmay kaliya beelaha Abgaal iyo Xawaadle kuwaasi oo markii horeba kooxda ku xoreeyay inta badan Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe haddana ay muuqato in iyagu un laga sugayo in ay kooxda al-shabaab ciribtiraan